المتحدث التالي يأتينا من قلب الصراع، جنين، وقصته هي قصة إنسانية بأعمق مفاهيمها. أدعو إسماعيل الخطيب، عضو منتدى العائلات الثكلى، والد أحمد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم إسماعيل الخطيب، عمري 26 عام، أسكن في مخيم جنين للاجئين، أب لخمسة أبناء وفرد من أفراد المجتمع الفلسطيني الذي لا زال يعاني من ويلات الاحتلال يومياً. بدأت معاناتي من الانتفاضة الأولى، عانيت كثيراً وسجنت مرتين، الأولى في سنة 84 والثانية في 87. تلك التجربة تركت ندوماً محفورة في أعماقي. تزوجت ورزقني الله الأولاد، كانوا هم مصدر سعادتي وأملي في هذه الحياة، كان همي الوحيد حمايتهم وبناء مستقبل أفضل لهم. كان ابني أحمد 12 ربيعاً يعشق الحياة والحرية، كانت الابتسامة لا تفارق وجهه فيشع وجهه نوراً وبهجة كلما ابتسم. لم يكتفي جنود الاحتلال أن حرموني طفولتي، حتى عادوا في تاريخ 5/11/2005 لكي يحرموني من ابني أحمد. عندما خرج أحمد مع أصدقائه للعب أمام المنزل، لم يعلموا أن هناك من ينظر إليهم ويتربص بهم لينقض عليهم. جندي إسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه رأس أحمد، مما أدت إلى إصابته إصابة مباشرة وبالغة الخطورة. تم على أثرها نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا. غابت تلك الضحكة وانطفأ ذلك الوجه الملائكي. كيف حدث ذلك ولماذا؟ لا أستطيع أن أصدق. في ثواني تغير كل شيء. لم ينطفئ وجهك يا حبيبي فقط، بل انطفأت روحي أنا وأمك وأخوتك. لم ولن تعود حياتنا كسابق عهدها. أحيانا أشعر بأن اللغة عاجزة عن إيجاد كلمات تصف الألم والحسرة. جاء الطبيب ليقول لي: صحيح أن أحمد استشهد، لكن ممكن أن تنقذ حياة أطفال آخرين عن طريق التبرع بأعضائي. وأضاف الطبيب: أنت لست ملزم بالموافقة. أصبحت دقات قلبي تتسارع، فأنا هنا أقف أمام سرير ابني الذي فقدته وأنظر إلى الغرفة المقابلة لأرى أطفالا آخرين يصارعون الموت وينظرون من يتبرع لهم بأعضائه. أحسست نفسي في دوامة إعصار من حزني وألمي على ابني وحزني على هؤلاء الأطفال. كان الموقف يتطلب أن أتخذ قرارا سريعا، وفعلا وافقت. كان ذلك من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، لكن إنسانيتي دفعتني لفعل ذلك بغض النظر لمن ستذهب أعضاء أحمد. أحمد أنقذ حياة 6 أطفال، منهم فلسطينيين وإسرائيليين. عندما أراهم يضحكون ويركضون، أشعر أن أحمد لا يزال على قيد الحياة. أتمنى أن ينتهي هذا الاحتلال البغيض وأن يزول بلا عودة. اليوم أنا عضو في منتدى العائلات الثكلى الفلسطيني الإسرائيلي، ورسالتي لكم اليوم من مكاني هذا أن أقول لكم للعالم أجمع: كفى لسفك الدماء الأبرياء، كفى لدموع الثكالى، لنعم جميعا بالحرية والعدالة والمساواة. دعونا نصلي جميعا لكي يحل السلام. نحن شعبا نعشق الحياة ما استطعنا إليه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.